والنظام العام في خاصه لما تقام البطولات خارج مصر يعني. طيب شوف معاكم طاقم تحكيم مباراه بكره ان شاء الله، اللي بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق في اداره المباراه. حكم ساحه كابتن محمد عادل، حكم مساعد محمود ابو الرجال، حكم مساعد احمد حسام طه، حكم مساعد محمد معروف، حكم رابع محمد معروف، وحكم مساعد احتياطي احمد توفيق، حكم فار محمود عاشور، وحكم فار مساعد يوسف البساطي. كل التوفيق طاقم تحكيم مصري طبعا. بمناسبه الطاقم ده انا بحب اشيد جدا في كل مباراه بتابعها باللاين مان احمد حسام طه، لاين مان مميز جدا، بحس ستايله اوروبي يعني. مش لاين مان بقى خلاص انتهت، انت يعني هو حكم ولا إيه؟ حكم مساعد اسيستنت ريفري دلوقتي. طيب اوكي انت عارف انا من ايام احمد فيليكس. احمد حسام طه حكم مساعد مميز جدا ورايته دايما موفقه، يعني دايما من الناس اللي نتمنى بقى ان هي تبقى موفقه في المباراه دي. احنا بنحط عليه ضغط بقى قبل اللقاء يعني. صحيح، ونتمنى الفار طبعا ليه دور كبير جدا ومهم في ماتش بكره. كابتن محمود عاشور بالدور بقى. كابتن محمود عاشور قدها وقدود ان شاء الله باذن الله تقوم بالدور كما يجب ان يكون. ما عندناش شك ان شاء الله في ان التحكيم المصري ما زال بخير ورهان على كابتن محمد عادل، كمان من الحكام اللي وقع عليهم اختيار الاتحاد الافريقي لاداره وتحكيم مباريات الكان، يعني هو هيجد نفسه بعد اسبوعين تقريبا بيدير لقاءات كبيره جدا في بطوله الافريقيه. طيب خليني بس اسال قبل ما اروح لماتش بكره برضو سؤال اخير، وعايز اسمع وجهه نظركم. امبارح اغلب او اول امبارح كان الكل متوقع انه كفه بيراميدز اتقل من كفه فيوتشر، وخصوصا مع غيابات او مع وجود غيابات كبيره ومؤثره في فريق فيوتشر زي عمر كمال عبد الواحد، زي ناصر ماهر، زي احمد رفعت، اعتقد في اسماء ثانيه كانت غايبه، اصابه محمد فاروق. محمد فاروق خرج طبعا بدري، كلهم لعيبه مفاتيح لعب مهمه جدا ومنهم هدافين الفريق طبعا. عمر كمال عبد الواحد واحد من اهم الهدافين وصناع اللعب بالزبط. ورغم كده تفوق مودرن فيوتشر. اسباب تفوق مودرن فيوتشر عشان نقرا منها سيناريو مواجهته للاهلي اسمعها منكم بس بعد فصل اخير ونرجع نكمل كلامنا.